أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الفرق بين أن يُسأل بالله وبين أن يُستشفع بالله؟ أن يُسأل بالله هذا قسم، تقسم على المسؤول بالله، تقول: أنا أسألك بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سألكم بالله فأعطوه. فأنت تقسم بالله على المخلوق، هذا لا محذور فيه، إنما المحذور أن تقسم بالمخلوق على الخالق. نعم.